انا اصلا قبل هاد لو 18 طوم كانوا عندي بوكو دي بروبليم. الوغ فاش كنت كندخل نتشكى الموديل ديال لوفولينا اللي انا كنت عايش فيها، كان كيقول لي لا ولدي هذاك بحال اخوك، هذاك صاحبك، وهاد من ضمن هاد المشاكل اللي كنت كنواجههم. هو المشكل الاساسي والكبير اللي بسببه بداو كيتراكموا علي عده مشاكل باش انا خرجت من ضمنهم من ديك الجمعيه. هو السبب الاول هو التحرش الجنسي. انا فاش كنت كندخل واخا كنكمل قرايتي وعندي هاد المشاكل هادو، كنت كنحاول نقاوم، كندخل عند المدير كنقول لي الاستاذ راه انا كنعاني من التحرش الجنسي من طرف واحد المستفيد بلا ما نذكر سميتو، ماشي غير مستفيد بزاف، كنت كنقول له راه كنعاني من هذا المشكل ديال التحرش الجنسي، واش ممكن تلقى لي لا سوليسيون ديال هذا البروبليم هذا اللي عندي. هو كان كيقول لي هذا المدير اللي كان عندنا في الجمعيه كان كيقول لي هذاك غير بحال خوك، هذاك غير كيضحك معاك، هذاك كل مره كيختار عليه سبه، كان كيقول لي انت كتقرا مزيان اولدي، دي غير في قرايتك، انت كتقرا مزيان، هذا العام عندك النورماليزي ديال بروميير باك، دي غير في قرايتك. انا ما كانش ضايقت كثرت هاد كثرت نفس الشكايات ونفس المشاكل ما عرفتش شنو غندير. كنت حتى واحد النهار صافي انا دخلت عند المدير انفجرت، قلت له انا عييت مع هاد المشاكل، لدرجه انني فاش هضرت مع المدير وقع لي معاه المشكل، انا صافي ما بقى عندي حتى شي حل هو انني نمشي. صافي كنت ناوي نفد ديك العمليه ديال الانتحار، انا مشيت صافي وعييت من كثرت الصراعات في قلب المؤسسه، وعييت من بزاف د الحوايج. واش انا عندي قرايتي ولا عندي مشاكل بقى مقابلهم؟ واش انا عندي قرايتي ولا عندي كل واحد يبقى يجي يتحرش بيا؟ انا ماشي واحد الاناء اللي بلا ما نقول اللي كيتخوى في اي حاجه. تا انا بنادم وعندي احاسيس وعندي مشاعر، و ما بغيتش ديك الفكره ديال ان هذا هكا داير، انه صافي راه نمشي ليه ولا هذا. لا، انا ملي كنت صغير كنت هكا، كنت بهذه الطبيعه هكا وبهذا الشكل هذا. هذاك الشيء بحال يقول توارت من عند لينونو اللي كانوا عندنا في المؤسسه مربيات، وماشي غير انا، بزاف ديال الدراري معايا في الجمعيه تاهما عندهم نفس البروبليم اللي انا عندي. قول بحالي انا ولدت ديك الشيء من عند مربيات، صافي جالس في وسط البنات، عايش في وسط المربيات، ولدت من عندهم هكا، صافي كبرت هكا. وانما ما كنبغيش حد يمسني انا ولا يمس الكرامه ديالي ولا يتهمني في شرفي ولا يقرب ليا شرفي. حيت بزاف الناس كيقولوا هذاك داير هكا، هذاك راه بخلاصة القول كل شيء عارف بلا ما نهضر. وكنتمنى اي واحد عارف تابع هذا الفيديو زعما مي تهمنيش بشي حاجة اللي هي خايبة، ويقول لي هذاك راه شوف كي كيهضر، اذا هذا راه هكا. انا كنتمنى اي واحد اللي شاف هذا الفيديو بالعكس ما يكملش عليا، يعاوني يخرجني من هاد الظلمات، وهاد الظلمات اللي عشت فيهم يخرج لي النور، ما يزيدش يكمل عليا اكثر من اللي انا مكمل عليا، واكثر من اللي انا عايش فيه، واكثر من هادشي كامل اللي داز عليا في هاد الحياه والمشاكل وهذا. بزاف الحوايج ما قدرتش نقولهم في هاد الفيديو. كنتمنى من اي واحد سمع هذا الفيديو يعاونني ان شاء الله الا كان ممكن، اذا كان في استطاعته، وحتى ما كانش في استطاعته يعاونني غير بواحد الكلمه ديال الخير وصافي. المشكل اللي عندي انني ملي تزاديت انا ما عمري شفت والديا في حياتي كامله، واللي هي دابا الامنيه ديالي الوحيده انني ان شاء الله نلقى والديا ونحضنهم ونكون جالس في وسطهم، حيت ما عمري اصلا عنقتهم حياتي كامله وما شميت زعما ريحتهم. انا كنتمنى ان شاء الله نشوفهم، وانا المهم من العمر ديالي من زاديت انا من زاديت وانا محروم من والديا. تربيت في جمعيه دار الاطفال الوفاء، كبرت تما، مريت بزاف ديال المشاكل وصعوبات، تحرمت من الخرجات، تحرمت بزاف د الحوايج.
ما بغي نقول والدي يا غير يجيب لعندي ان شاء الله ما يهمنيش كيف ما كانوا وخا يكونوا ميسرين فقراء متوسطين كيف ما كانوا انا بغيت غير نشوفهم ونتعرف عليهم ونشوف خوتي الصغار وخواتاتي اذا كانوا بغيت غير نشوفهم ان شاء الله ونعود ديك النقص اللي دي كان عندي النقص اللي كان عندي اللي كان كي جرحني بزاف وكنت كنتمنى حياتي كامله هو انني نشوف والدي ونكون في وسط عائلتي انا دابا حيت ما عمري كنت في وسط عائلتي وما عمري شفتهم انا دابا كنعس غير في الزنقه ملي خرجت من الجمعيه وانا ما عندي فين نمشي كنقصي حتى الجمعيه نهار كامل انا تحت السقف ديال الجمعيه الشتاء والبرد وما عندي فين نمشي انا ما عقلتش على اسمي تاريخ الزياد ديالي بالضبط المهم انا عني العمر ديالي 19 سنه الاسم سمير غندم ما عرفت هذا الاسم ديالي واش هو حقيقي ولا غير اللقب ديالي ما عرفت انا اصلا والدي شنو كانوا باغيين يسميوني كل ما عرف الدوس ديالي انني تزاديت حدا الكوكا المارينيين حدا لوطير الكلمه الوحيده والاخر كلمه هي امي وبابا ماما وبابا كنتمناهم فيما كانوا كنتمنى يوصل ليهم هذا الفيديو هذا ويرجعوا ليا ان شاء الله ونشوفهم كيف ما كانوا انا باغي نشوفهم ونتعرف عليهم ونعود داكشي اللي فات اللي ما كنتش انا عايشه من صغري كنتمنى ان شاء الله نشوفهم يوصل ليهم هذا الفيديو هذا كان العنف العنف الخيريه كان الميز كالميز العنصري مثلا هذا احسن منك بهادي مثلا شي مربيه ولا شي مربي ما كيبغيكش انا ما كنبغيش هذا غادي نبعدو عليا منع الخرجات بزاف ديال المشاكل اللي وصلت لهم ما نقدرش نقول لهم دابا انا كنتمنى من سيدنا من كاع الناس اللي قادرين يعاونوني في هذا الوضع انا حيت في هذا الوضع اللي انا فيه قليل منهم اللي واقفين معايا وكنشكرهم بزاف 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 اما الطبقي كل حتى واحد موقف معايا لا تعاون وطني لا حتى واحد انا دابا عندي 19 انا عندي دابا 19 سنه وكنقرا ولا باك الظروف ديالي ما سعفتنيش باش نكمل قرايتي ما عرفتش فين نحط الراس واش ما عنديش الدار فين غنسكن ما عنديش المأوى ما عنديش الماكل والمشرب انا كنمشي عند الناس عند هادي وهادي عند هذا والناس اللي واقفين معايا قلال كنمشي كيعاونوني بمكتب الله شحال مره فكرت انني نأدي راسي بانتحار باش ما كان باش نتجنب باش ندير لحد الظروف هادي حتى ما لقيت حتى واحد ينقذني ما حتى شعيت كل نهار في مشاكل كل نهار نفس المعاناة مشكلة على نهار مشكلة نهار على نهار مشكلة كيتزاد الجمعية تماك موظفين كيحتقروك انت ولد الحرام واش انا غادي نهضر مع واحد حطات امه في الخلا انا بعدا عندي احساس ان امي ما غاتكونش حطاتني انا ما كنقولش ان امي غاتكون حطاتني مستحيل ما غاتكون حطاتني يعني دابا تدخل الخيريات كي تدخل الخيريات كاين احتقارات واهانات صعيبة بزاف ما يقدرش شي واحد يتيم يتحملهم فاش كنشوف شي واحد مثلا غير انا في الخيريه فاش كنشوف شي واحد لقى والدي في ديك البرنامج اللي كنت كان كيعجبني بزاف وكنت كنتمنى نمشي ندوي فيه ولكن الظروف ما كانتش كنت كنشوف شي واحد من ديك البرنامج اللي معروف في المغرب بالمختفون كنت كنشوف شي واحد لقى والدي كنحس براسي انا في بلاصتو بلي غادي يجي واحد النهار اللي غادي نحقق فيه الامنيه ديالي انني غنلقى والديا كنحس براسي بحالي انا في بلاصتو وكنتخايل بحالي براسي انا بلاصتو وديك والدين اللي لقاهم هو والديا كنتمنى يكون حتى انا ان شاء الله نلقاهم الكلمه الاولى هي انني نعنقهم ونبوسهم ونحنقهم حتى نشبع عاد نسولهم على بزاف الحوايج اللي انا باغي نسولهم اليوم
ومن ضمن هذا السؤال الأول شنو السبب باش أنا متواجد في الخيرية؟ علاش زعما ما تواجدتش معاهم وفي وسط عائلتي زعما؟ اللهم نكمل العيشة ديالي معاهم وأنا نكون هكا وحداني في الشارع، كل واحد مني كيجي ضربك وكل واحد مني كيسمعك الهضرة، أنت غير ولد الحرام، ما عمرك تلقى والديك، ما عمرك تعرف أصلك منين. أنا كنتمنى نلقاهم كيف ما كان، ما كنظنش أنهم هما رماوني لسبب الحرام، كنقول فرص أن ظروف شي ظروف وحدة أخرى اللي جعلت أنهم يحطوني، ولا نقدر تقدر تكون أي حاجة في هذه الحياة، يقدروا ما يكونوش رماوني حيت السبب هو أنهم ولدوني بالعلاقة غير شرعية. كنظنش أنا هذا السبب الوحيد اللي كان، كاين عدة أسباب، واخا يكونوا حتى ولدوني بعلاقة غير شرعية، إذا كانت ماما باغا تجي تشوفني وكانت مازال عايشة، وحتى بابا إذا كان باغي يشوفني ومازال عايش، أنا مستعد نعيش معاهم، واخا يقولوا لي ولد الحرام ولا هذا، أنا مستعد نشوف نعيش معاهم ونشوفهم ونكون في وسطهم وبجنبهم. ما يهمنيش كلام الناس، ما يهمنيش زعما لقيتي والديك دايرين علاقة شرعية علاقة غير شرعية ولا علاقة شرعية ولا أي حاجة، أنا مهم أنني نلقاهم ونعيش معاهم بجنبهم كأي طفل كيعيش مع أم ديالو. كنتمنى أنا وكيتمناوها كاع التلاميذ المتفوقين والمجتهدين هي أنني نكمل قرايتي. أنا عندي هذا العام أولى باك، السبب أنني اللي ما خلانيش كمل قرأتي هو الخروج ديالي من المؤسسة، وكانت ظروف ديال كورونا والجائحة ديال كورونا، وتاني حاجة أنني ما دوزتش النورماليزي باش نتفوق، حيتش السبب باين واضح أنني خرجت في 18، السبب كان واضح وباين أنني خرجت في 18 سنة اللي ما كانش عندي أولا أنت في نسكن باش نمشي ندوز الموحد ونكمل لا ريفيزيون ديال النورماليزي. وثاني حاجه كنتمنى اي واحد كيف ما كان واخا يعاوني غير بشي حاجه بسيطه باش يوفر لي غير شي مسكن ولا شي مأوى فين نعيش. كنوجه النداء وكنطلب من سيدنا صاحب جلاله الملك محمد السادس واعوان السلطه والحكومه، كنطلب منهم انهم يمدوا لي يد العون، وما بغيتش انا الحاجه الوحيده اللي انا ما باغيهاش وما نقبلش عليها في حياتي هي انني نولي متشرد ومن اطفال الشوارع، وما نقبلش انني نولي كنتعاطى المخدرات ونولي من اصحاب الاجرام. الله يستر، ما نقدرش نتمنى انني نولي هكا في حياتي، حيتاش انا فريمون عاد حسيت علاش علاش الناس بصح كيضيعوا وكيوليو بحال هكا، وانا ما بغيتش نكون واحد منهم. كنتمنى اي واحد سمع هذا الفيديو، اي واحد كيف ما كان، كنتمنى يعاونني باش ما يخلينيش نضيع وحياتي تدمر. الزنقة بحال شي غابة فيها وحوش، الا ما كنتيش قوي كيلتهموك، وخاصك باش تكون قوي خاصك تكون عارف كاع التحريميات ديال الزنقة، كاع القوالب ديال الزنقة، وخاصك كيف ما كنت قبيل خاصك تكون قوي، تكون انت هو السبع. الا ما كنتيش قوي كنتيش انت هو السبع، كلشي غياكلك. النهار اللي جاوا لي فيه من الخيرية حسيت براسي بحال اللي بشي في كابوس خايب بزاف، واحد الكابوس ما نقدرش نوصفه، ما لقيت ما ندير. انا سنين وانا عايش في ديك الخيرية ما كنعرف حتى حاجة على والديا، اما دوك الناس القلال اللي ما عمري نسخرهم في حياتي وما اللي عاونوني وحماوني من الزنقة وما خلونيش نصبح من اطفال متشردين وما خلونيش نصبح من اصحاب الاجرام والمخدرات. الله يسر. القانون اللي دارين تاع 18 سنه ما كنظنش صالح كاع لي زوفولينا، حيت الدراري كان لي مساكن كان لي مسكين كان لي مسكين مريض نفسانيا، كان لي مسكين لا بلوبار ديال لي زونفون كي habiter dans l'orphelinat
كيعانيو من هذا المرض النفساني بزاف، وكان اللي مسكين مازال كيكمل القرايه ديالو بحالي انا. الوغ انا علاش ما شديتش الباك في لو 18 اولا دخلت من القرايه، دخلت القرايه معطل، وثاني حاجه هانت كتشوف السبب اللي دابا واضح قدامك، انني تجليت من الجمعيه وانا في عمري 18 سنه. الوغ عندي عاد ولا باك، ما دويتش حتى النورماليزي ديالي، وكان وثالث حاجه كاين اللي مسكين ما عطيش ربي المخ ديال القرايه، كيدير تكوين ولا كيمارس شي حاجه شي موهبه كيبغيها، الوغ ما كيكونش عنده واحد الدخر المادي باش يدير دارو وفين يسكن. وهذا لهذا ما كنظنش هاد اللاج ديال اللي دايرين ديال 18 عام ما كنظنش صالح كاع لي زاسوسياسيون، ما كنظنش صالح. حيت كاين اللي مسكين معاق، كاين اللي مسكين حمق، كاين اللي مسكين مريض نفسانيا بزاف د الحوايج، ما كنظنش على الاقل يزيدوا واحد 3 هكا بحال 20 كاع 21 عاد يخرجوا، اما 18 ما كنظنش. قانون بالنسبه ليا انا 18 عام واحد الحاجه اللي كتخوف كاع اللي تمام ساكن اللي عايشين في الخيريات. واحد بنادم عام على عام كيزيد يكبر بحال كيكره هذيك العدد 18 يوصل ليه. انا براسي انا فاش كنت كنسمع 18 كنت كنكره 18 عام، كنت كنقول انا بغيت نبقى قل ديما 18 عام، حيت هاد التخوف اللي كان عندي منه هو اللي وقع. كنت خايف من 18 عام نخرج للزنقه، وديك الشيء اللي فريمون كنت خايف منه هو اللي وقع لي. انا دابا خرجت قرايه ما كملهاش، ما عنديش فين نسكن، ما عندي عائله اللي نجلس في وسطهم وهما يصرفوا عليا وانا نكمل قرايتي، ولا على الاقل غير نبقى غير نعس. غير البلاصه اللي نعس فيها انا ما عنديش، كنعس في الزنقه اللي عطاني ملايا كيعطيها عليا، ما عطانيش انا نعس في الزنقه. بحال كنحس براسي بحال شي حيوان مليوح في الشارع ما كانش لي يعتني بي ولا ما فهمتوش. حنايا زعما حنايا هاد الدراري اللي عايشين في الجمعيه ما عرفناش ريوسنا واش حنا بشر ولا ما عرفنا ريوسنا واش حنا بشر ولا حيوان مليوح في الشارع. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.